أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن خطة الطوارئ الحكومية بموضوع مساعدة النازحين اللبنانيين من مناطقهم، مع ضيفنا اليوم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة دكتور ناصر ياسين. الملف الثاني بدنا نستفيد منطقة بعلبك الهرمي، الموضوع النازحين، شو الاحتياجات كمان المطلوبة، ليش صاروا صفر نفايات مع الأعداد الهائلة من النازحين بمنطقة دير الأحمر، كيف عم بيشتغلوا ليضبطوا الإيقاع وتوصل المساعدات للكل، يعني موضوع إنساني اليوم بامتياز. لنبدأ مع رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير مدام نوال، يعطيك ألف عافية. خطة الطوارئ الحكومية طبعا عم بتخفف الأعباء وهي كتيرة على موضوع النازحين اللبنانيين، لكن ماذا عن التحديات وعلى أي مسارات عم تشتغلوا اليوم؟ التحديات كتيرة كبيرة، لأنه نحن عم نحكي عن تقريبا 1,200,000 نازح، يعني ما يقارب نحكي 45,000 إلى 50,000 أسرة بمراكز الإيواء، وتقريبا 150,000 إلى 160,000 أسرة خارج مراكز الإيواء. يعني بحكي نحن عن يعني أعداد كبيرة تشكل ربع اللبنانيين واللبنانيات نزحوا نتيجة العدوان والحرب المدمرة. فهذا يشكل يعني تحدي كبير، لأنه عم نحكي كما قلنا عن أعداد هائلة من الأهالي اللي اضطروا ينزحوا. التركيز كان خلال الشهرين الماضيين، نحن هلا تقريبا حكينا شهرين، اللي هو هذا متفق عليه كان مع المنظمات الدوليه ومع اعضاء لجنه الطوارئ الحكوميه، انه على مراكز الايواء، لانه الناس اللي مراكز الايواء اللي بتتمنى بشكل تقريبا بين 45,000 إلى 50,000 عائله، هم اكثر حاجه بيكونوا، لانه ما عندهم اي شبكه امان أخذهم على بيوت أو أجار أو عند أهالي أو عند أصدقاء. فهذا أكيد كان خلال الأسابيع الماضية مركز عليهم، وأكيد تبتدي بالمأوى، بالأكل، بالغذاء، بالمياه، كل الأمور الأساسية اللي عم تتحسن تدريجيا، أكيد بس بعد في تحديات كتير كتير كبيرة لتأمين كل الأمور، لأنه هذه الأماكن هي منا محضرة تكون مراكز استضافة الناس. والتحدي الكبير هلأ اللي إن شاء الله نتخطاه خلال هذه الأيام هو موضوع الشتاء، موضوع التدفئة. إيه يعني اليوم ما كان عم بينحكى عن نقص بمادة المحروقات للنازحين. إحنا وضعنا من الأسبوعين الماضيين وأكثر عم نشتغل على يعني تفادي أي مشكلة موضوع الشتاء، لأنه قدرنا أنه موضوع النزوح والتهجير حيكون طويل. فحطينا آلية مع وزارة الطاقة، وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وأكيد دائما مع المحافظين والإدارات المحلية، تتعلق بتأمين أمور التدفئة للناس. هلأ وافق مجلس وزراء الجلسة الأخيرة، طلع المرسوم الخميس الماضي، هلأ عم يتفعل، اللوائح صارت جاهزة كلها، لوائح المدارس من وزارة التربية بالتفاصيل، كل مدرسة شو حاجياتها، قد ايه عندها قدره تخزين، كم غرفه الى اخره. ووزاره الشؤون اهتمت بالمراكز اللي هي خارج منها مدارس، يعني كانت في بعض المباني تحولت لمراكز دلوقتي. عم نحكي عن المناطق الجبليه ومناطق البقاع، يعني 300 متر وطلوع، وهيدي بتشكل تقريبا بحدود ال 550 مدرسه ومركز ايواء. ووزاره الطاقه بتتابع بشكل يومي مع وزاره الماليه ان الاعتمادات تفتح. واجتمعوا امبارح الوزير فياض مع الشركات النفط لتوزع عبر المنشآت. فنحن منتظرين يعني التفصيل بس عن يعني كل مدرسة، بالمعنى انه قديه بده ينبعث لها جدول التوزيع، وهذا ان شاء الله بده يصير خلال الايام الجاية. يعني امبارح كنا مجتمعين بلجنة الطوارئ وكل مشدد على ايصال مازوت ووسائل التدفئة لعنده. هلا بضل بينقص ببعض المراكز هي ما فيها وسائل تدفئة. عم نشتغل مع مجلس الجنوب، مع هيئة الإغاثة، مع المنظمات الدولية لنقدر نغطي كل هذه المراكز اللي فيها وسائل تدفئة. نعم. وأكيد في الأمور الشخصية من يعني ثياب وبطانيات كمان صار في توزيع، المنظمات الدولية الشريكة كاملة ببرنامج الاستجابة لحاجات النازحين حتوزع على الأطفال، ونحن طلبنا كلجنة الطوارئ توزيع يعني مساعدات عينية عبارة عن ثياب، في جزء منها وصل رح يتوزع،
وعم نطلب من مجلس جنوب هيئة الإغاثة كمان هم الشركاء الحكوميين الأساسيين بتنفيذ المخطط الاستجابي كمان بزيادة وتيرة التوزيع بتعلق بالأمور الشخصية يعني البطانية. أكيد حيضل في تقصير وتحدي كبير بس إن شاء الله تقصير لأن الدولة هي بحاجة إلى 250 مليون مثل ما قال شهريا لإدارة أزمة النزوح والمساعدات بهالأطار منا كافية. فشو اللي عمل كيف عم بتعوضوا هالشيء؟ هل رح تعوضوا بالسلف اللي عم تنعطى؟ لا السلف انعطى للمازوت وللمحروقات مش هيك مع الوزير؟ أكيد هلأ نحن تقديرنا لما رحنا على مؤتمر باريس وتحضرت الورقة وعرضت شغلت اللجنة مع الوزارات ومع المنظمات الدولية تقديرنا بدنا 250 دولار شهريا لنأمن الحاجيات الملحة أولا للناس اللي هي ضمن فلاش أبيل يعني المنظمات الدولية لأنه معظم تمويل هذه المشاريع أو التدخلات عم يعملوها المنظمات الدولية لأنه المانح عم يعطيهم إلهم ما عم بيعطي الخزينة ما بيعطي الدولة ولكن في أمور ما بيعطوها نحن عم نغطيها عبر الخزينة ولكن بشكل مدروس يعني عم نقول المازوت أساسي والتدفئة ما فينا هذا الشيء ما يكون يعني أقر عم بنعطى بعض المساعدات الآن لمجلس جنوب هيئة الإغاثة والوزارات المعنية بوزارة الصحة تغطي الأمور الطارئة والأساسية يعني دائما عم يكون في مدروس موضوع الاعتماد على الخزينة الاعتماد على الخزينة من شان أنه ما يصير في أي يعني صرف غير مدروس ويوصل لتضخم هائل كما حدث في السنوات الماضية خاصة عن بعطي تجربة الدعم فأكيد في ضل حيضل في نقص حيضل في نقص كبير بس أنه بدنا نشتغل وهذا مؤتمر باريس كان أساسي ليغطي الكلفة يعني المطلوبة أو الموازنات المطلوبة دايما بتحكي معالي الوزير عن الشفافية دايما بتحكي عن آلية توزيع للمساعدات عادلة ودايما في انتقادات اليوم ليش من يراقب آلية توزيع المساعدات وهل عندكم ثقة بالمحافظين والبلديات والمخاتير اليوم خصوصا انه في معلومات لبرنامج نقطة على السطر انه في بعض الأحزاب هي عم بتوزع شو صحة هالأمر ببعض المناطق هلا نحن الآلية اللي وضعتها لجنة الطوارئ هي أنه كل المساعدات العينية اللي عم توصل للجنة يعني أنه توزع عبر المحافظين ومن الآلية أقرت تطلع بتعميم وهذه عم تنشر كل شيء يعني بغرف لكن أرجع شوي خطوة إلى الوراء الموضوع غرف العمليات في المناطق هي مقرر بالنص يعني لما يصير في كارثة أو أزمة كبيرة النص اللي موجود بإدارة الكوارث اللي بعد ما صارت هذه الهيئة ولكن كلجنة إدارة الكوارث موجودة برئاسة الوزراء اللي برئاسة اللواء مصطفى يعني أمين عام مجلس أعلى الدفاع هذه دغري بروح تنفيذيا عبر غرف عمليات المناطق يعني أنت كل منطقة كل محافظة وحتى أحيانا قضاء كما يحصل الآن حسب كبر الأزمة أو أحيانا بلدية إذا كان عندها أعداد كبيرة بصير عندها خلية أزمة وغرفة عمليات فنحن علينا كلجنة طوارئ نأمن الذخيرة اللازمة لغرف العمليات تشتغل تشتغل المحافظ إذا ما بتأمني له مساعدة وعملناها شفافة بشكل كامل عبر المنصة برئاسة الوزراء كل شيء يرسل لهم اللي بيوصلنا بنوزع نسبة للتناسب وبعد هلأ في إدارات أخرى نركز عليها في مجلس الجنوب هيئة الإغاثة الوزارات وهيدي كمان عم بتساعد وتوزع ونحن باللجنة عم نطلب منهم دائما الالتزام بهذه الآلية والالتزام بشكل كامل بموضوع الشفافية وبارح طلع تعميم الرئيس مئاتي حول هذا الموضوع وعم بتعين أوديتر يعني مدقق يعني محلف أو شو بنسميه شركات تدقيق مالي لا تقدر تدقق بكل هذه الإجراءات هلا بس توصل المساعدة على من اللجنة أو من الهيئة أو من أي جهة للمحافظ المحافظ بيوزعها على الأقضي واتحادات البلديات والبلديات هلا أكيد في بعض البلديات هي تمثل الأحزاب يعني ما فينا ننكر هذا الواقع وهذا واقع وين ما كان يعني هي عم تتولى توزيع المساعدات وفي شكاوى عديدة من المحسوبيات والزبائنية هلا نحن عم نطلب منهم خلال أسبوع يبعتونا لوائح الاسميه باللي توزع بناء على هذه اللوائح بيصير في تاكد وهون عم بيجي دور وزاره الشؤون الاجتماعيه تعمل مراقبه وتقييم لهذه العمليه بس
بشكل عام هذه الآلية ماشية، وعندنا ثقة بالمحافظين جدا أنه عم يشتغلوا شغل جبار، وهن يعني عم يكونوا بالواجهة وبالواجهة الأمامية يعني بالفور فرونت لموضوع المواجهة الأزمة. فأنت بدك تدعمي هذه الآليات وهذه الإدارات اللي عندنا موجودة، يعني ما في بديل. لا، ونحن بدنا كمان في هدف أساسي بكل هذا العمل، أنه الدولة مع كل الضعف اللي موجود وضعف الإمكانيات وغياب الموارد والأزمات المتعددة اللي عم تمرق فيها الدولة بالسنوات الخمس الماضية، عم تقول أنه أنا كمان بدي أتحمل مسؤولياتي، وهذا مختلف عما حدث بالأزمات الكبيرة الماضية، الحروب الماضية من انفجار المرفأ لحتى 2006 إلى حد كبير. نحن عم نجي نقول أنه لا، هناك دور أساسي للدولة بالتنسيق والمتابعة والتقييم وتعزيز الشفافية. أكيد في ثغرات وحيضل في ثغرات في هذا العمل، ولكن نحن شغلتنا دائما نصحح هذه الثغرات، وهذا اللي عم نشتغله بشكل مستمر. وأكيد بدي أرجع أقول نقطة بلشت بحديثك ست نوال، أنه في تحدي كبير أنه معظم الناس هي خارج مراكز الإيواء. فلما يقول لك بعض الناس أنه ما وصلنا شيء، طائرات من المساعدات، نتحدث مع بعض الناس بيقول ما هذا صحيح من النوال، لأنه مثل ما قلت لك اللي وصل ما بيغطي أكثر من 20% من مجموع الأهالي. طب ماذا عن 80%؟ طيب 80% مثل ما قلت لي كان تركيز بداية على الناس اللي موجودة مراكز الإيواء. نعم. وقلنا المرحلة الثانية عندما تتوفر الموارد ننتقل للناس اللي موجودة بالبيوت، لكن دائما عم بقول حسب توفر الموارد. هلأ حاليا العمل عم بيصير أنه لتوزيع مساعدات غذائية للناس الموجودة بالبيوت، مش هيك تسجيل الناس بغرف عمليات المحافظين جدا أساسي، وهذا ما نؤكده الآن، وصار تقريبا معظم الناس مسجلة، مش عم نطلب التأكيد. هيدا حيكون في توزيع من المواد الغذائية لكل الناس بالبيوت. عم نخلص هلأ على 9 عنا اجتماع مع المدراء العامين والمستشفيات يعني على مستوى الإدارات لتفعيل هذا العمل، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية الإغاثة، مجلس الجنوب، وزارة الشؤون والمنظمات الدولية. والشغلة الثانية اللي هي بالمرحلة المقبلة هو كثير مهم الانتقال من المساعدات العينية إلى المساعدات المأدية، لأنه ما بتقدري بأي حالة إنسانية تتكمل المساعدات العينية، لوجستيا عم يكون في صعوبة، في كلفة عالية. عم نحكي مثلا نقول الناس الموجودين أهلنا بالجنوب، مناطق الصامدة، بعلبك الهرمل، عم تحكي عن دار الأحمر، وعن المناطق عم يكون في صعوبة لإيصالها. فأنت بتتحولي للمساعدات المادية اللي هي بتديرها وزارة الشؤون الاجتماعية، عم ننسقها الآن ضمن عمل لجنة الطوارئ، ولكن وزارة الشؤون بدها كمان تستكمل تسجيل الناس، ورح تبتدي بالعمل هذا الأسبوع، وحسب توفر الموارد والأموال على برنامج أمان أو برامج استهداف الناس الأكثر يعني العائلات الأكثر فقرا، بناء على طرق الاستهداف بصير في مساعدة نقدية للناس، وهذا هو أفضل. أولا شفاف أكثر، وثانيا بيكون يعني كفاءته أكثر من ناحية أنه وصوله للناس، ما أنت بتروحي صندوقة بتروحي صندوقة في تراك، وهذيك مرة ضربوا غارة حد محافظ على البكالوريوس أستاذ بشير خضر وغيره. فأنت بتروحي لهذا العمل، ولكن هذا بيتطلب شغلتين أساسيتين: تسجيل الناس لوزارة الشؤون الاجتماعية عم تشتغل عليه، وثانيا تتطلب أيضا توفر الموارد. فأنت ساعتها حسب توفر المادي بتعطي للعائلات، بتستهدفي عدد من هذه العائلات. هذا هو التوجه للناس الموجودين بالبيوت. نعم، بس يعني اليوم شكلت لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارئ، اجتمعتوا، شو صار وشو مهمات هاللجنة النيابية؟ لا، نحن هذا نوع من اشراكهم، يعني اشراكهم وتناغم بين السلطات، لانه في امور بدها اقرار ايضا في مجلس النواب. اذا بتفتح اعتمادات، اذا بدك تنتقلي لاحقا لبعض التعديلات، بدك تكون في محل مجلس النواب، وهو مشاركه وتشاركيه كامله يعني. والكتله واللجنه فيها تعدد كتل موجود فيها، وهذا يعطي كمان زخم مهم بالعمل نحن والنواب.
طيب اليوم بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي طالبوك باشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات، في منهم عم يطلب انه اشراك الجيش اللبناني، ليش ما اشركتوه هو انه وزع مساعدات؟ شو تعليقك وردك على هالكلام معالي الوزير؟ هلا مع المجتمع المدني المنظم عم يكون في تعاون خاصة على المستوى المحلي، عم نطلق مبادرات مع عدد من المنظمات المجتمع. هلا المجتمع المدني موجود اصلا بتنفيذ الخطة، يعني عم نحكي بالصحة، عم نحكي بكثير من الامور الاجتماعية الاغاثية. المجتمع المدني والاهلي هو امتص بالايام والاسابيع الاولى والاسبوعين الاولين كثير من حاجات الناس، ولكن التعاون الان مستمر، كان عبر غرف العمليات الموجودة المناطق وخلايا الطوارئ الموجودة بالمناطق، او حتى هلا عم نطلق مبادرات معينة مع بعض المبادرات اللي يعني عم يقوم فيها المجتمع المدني من ناحية انه ايصال المساعدات للمناطق الاكثر حاجة، ان كان بعكار بعلبك في الجنوب. فلا ماشي التعاون اكيد، ولكن نحن التزمنا بآلية توزيع المساعدات عبر غرف عمليات المحافظين، نعم، ولكن دائما بالتعاون على المستوى المحلي مع المؤسسات الاهليه والمجتمع المدني. طيب يعني اخذت هالخطه بعين الاعتبار الحصار البحري والبري اللي ممكن ينفرض، خصوصا سمعنا كلام يعني انه اليوم ممكن يصير في حصار، هل يعني اخذت الخطه بعين الاعتبار هالشيء؟ لا، حطت سيناريوهات حول موضوع الحصار كما حدث في السابق، والعمل ساعتها بيصير مع المنظمات الأمم المتحدة الإنسانية لتأمين إيصال أي يعني الأمور الأساسية، كانت الأمور الطبية الغذائية المحروقات. ولكن لحد الآن الأمور ماشية، وكلام عن الحصار هذا كلام بس للتهويل لحد الآن عم بحكي. هلا نحن ما بنعرف الاحتلال الإسرائيلي شو بفكر، واضح إنه امبارح ببيروت هذه الغارات وهذه الاعتداءات، ولكن نفترض كل السيناريوهات. لكن لحد الآن الموانئ مفتوحة والمطار مفتوح والأمور ماشية. نعم، عرضت بجنيف للكارثة الإنسانية والانتهاكات مع مفوضية حقوق الإنسان، طبعا نتيجة الانتهاكات اللي صارت اللي عم تقوم فيها إسرائيل القانون الدولي، وتمت مناقشة ضرورة إرسال بعثة للتحقيق بهالانتهاكات وتوثيقها في الأسابيع المقبلة. شو صار بهالإطار؟ لجنة تقصي الحقائق من المفوضية السامية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رح تتشكل ورح تيجي على لبنان تقعد لفترة لتحقق وتعمل يعني تقصي الحقائق حول الانتهاكات اللي عم بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان. وواضح يعني هي بس إذا بتفوتي على الأخبار بتشوفي الضحايا المدنيين والضحايا من القطاع الصحي، الحرق المتعمد للغابات في الجنوب، هذه كلها انتهاك لقانون الدولة الإنساني لقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات. ولكن اللي بتقوم فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه توثق هذه الانتهاكات وتصبح هذه المستندات فيها تستخدمها الدولة اللبنانية في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو المهم. لا بعرف للمجتمع الدولي كيف بتصرف، ولكن نحن نعمل دورنا، والتوثيق جدا جدا مهم، وخاصة إذا إجا من هذا المستوى، من يعني على مستوى المفوضية حقوق الإنسان. نعم، منعرف أنه عندك اجتماع بس منضطرون يعني معالي الوزير منضطرون أربع دقائق بس بدي أخذ يعني أحد المحامين طالبك أنه بحق الوصول للمعلومات بموضوع نعم. المساعدات، ويقال أنك رفضت. شو أبداً أعوذ بالله، ما رفضنا، بالعكس نحن عم نحط كل شيء على المنصات، وبعثنا لهم للمحامين اللي عم يحكوا معنا، وفي امور طلبوها لانه نحن لجنه، يعني في امور كلجنه تنسيق في ادارات اخرى، فطلبنا منهم حسب قانون حق الوصول الى المعلومات مهله للوزارات كلها تبعث لنا، يعني اذا بدي ابعث من الاغاثه، من الجنوب، من وزاره الشؤون، هذه وزارات. فنحن كلجنه تنسق العمل طلبنا من هذه الادارات إداعنا الموضوع، مثل ما قلت لك امبارح طلع تعميم كمان رئيس مآتي حول حول الشفافية الموضوع. لا نحن بعثنا لهم، ما بعرف من قصدك أي من زملاء المحامين، بس كلهم عم نحكي معهم وعم نكون من فتحين. قصدي المحامي علي عباس. لا علي عباس نحن بلحظتها حكينا للأستاذ علي وبعثنا له المعطيات قبل ما تكون بشكل رسمي، وهلا وجهنا له كتاب رسمي، وكل ما عم يطلبوا وقلنا له هاي المنصات كلها موجودة، وحتى المطلوب من الإدارات الأخرى
طلبنا من منهم يعني تزويدنا بالمعلومات لنبعثها. نحن عم يعني الشفافية مطلقة بهذا العمل لإعادة بناء الثقة مع الدولة. أنا بتفهم أكيد الانتقاد، بتفهم أنه الإضاءة على التقصير الموجود، وهناك تقصير واضح لأنه عم نحكي على تحدي كبير بموارد قليلة. قديش قادرين نصمد نحن اليوم؟ نحن عملنا الآن ضمن تعاون مع المنظمات الدولية، منظمات الأمم المتحدة، وما نقوم به هلأ مع الوزارات والإدارات اللي هلأ مجتمعين يعني هلأ اليوم. ما كون الهيئة العليا للإغاثة؟ أكيد. وليه عم يقول في نفور بينكم وبينهم؟ نحن اللي عم نشتغله أنه للسؤال بس أنه نحن عم نخطط لنقطع فترة الشتاء. نعم. هلأ صار وقت إطلاق النار قريب، بيكون هذا شيء جدا مهم، الناس ترجع عبيوتها وترجع ثانية عبيوتها وضيعها ومضنها. وكيف حيكون في تحدي كبير باليوم التالي فيما يتعلق بإعادة الإعمار والنهوض وكيفية إعادة تأهيل كثير من الأمور، لأنه خسائر عم نحكي بالمليارات. ولكن نحن كلجنة الآن عم تهتم بالاستجابة لحاجات النازحين، عم نحط على جدول زمني ليقطع الشتاء. إذا خلصت قبل بيكون كتير منيح، إذا ما خلصت بيكون قطعنا فترة الشتاء اللي هي مشان خفف عن الناس بهذه الفترة الصعبة. سمعت بمبادرة فرز نفايات من المصدر بدير الأحمر؟ صفر. أكيد. صفر نفايات. شو تعليقك مع الوزير وحضرتك وضعت استراتيجية طبعا يعني علقة الحرب؟ إحنا الآن ضمن أمور القطاعية اللي عم نشتغلها، إن كان بموضوع المياه، النفايات، الموضوع الكهرباء، موضوع بتعلق بحتى التعليم، الصحة، يعني سمينا الخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية لفترة الطوارئ اللي عم نرسم لها عمل من الآن لشهر 6/2025، لأنه حتى الناس لما ترجع تكون عندك تصميم لهذه الخدمات مرتبطة بالنزوح، مرتبطة يعني تأثيرات الحرب والأدوان. فهذا جزء منه هو موضوع انتقال لفرز النفايات بركلية، وأستاذ جان بدار الأحمر كان صباغ بهذا العمل. وهلا في مبادرات أطلقت أيضا في بيروت. نعم. منا مبادرة مع دور ومع يعني الكومبوست بلدي، بس دور هذه المبادرة الممولة من USAID، يعني على أمل بتطبيق طبعا اليوم الاستراتيجية اللي وضعتها مع الوزير. إن شاء الله بتخلص الحال. هلا بدها ترجع تعيد، بدك تعيد نوع من دراسة لبعض الأمور بالاستراتيجية مع التدبير الكبير، لأنه تقديرنا. نعم. هناك يعني ما بدي أعطي الرقم، بس ولكن في ملايين من الأطنان، يعني تقديرنا 100 مليون طن من الردميات نتيجة العدوان. هذا أكثر بعشر مرات من حرب تموز. وهذا كمان يستوجب تعاون مع الوزارات كلها فيما يتعلق بإعادة تدوير هذه الردميات وكيفية يعني استخدامها وكيفية تصرف فيها ومعالجتها، لأنه عم نحكي عن كميات هائلة من الردم نتيجة الغارات. نعم. أنا بدي أشكرك. شكرا لك. رئيس لجنة الطوارئ الحكومية. وأنا يا ريت تكون معي بالاستوديو، بتعرف قديش بحب تكون عندك بالاستوديو، ولكن بتعرف الظروف ما عم بتساعدنا نكون، لأنه دائما عم بيكون في عمل مستمر وزيارات ميدانية ومتابعة يومية. يعطيك ألف عافية. شكرا لك دكتور ناصر ياسين، وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية. أصدقاء المشاهدين والمستمعين، فاصل صوب بعلبك، الهرمل شو عم بيصير، مساعدات، خطط، في كمان يعني عم بينعمل مجهود كتير كبير. البقاع كمان مع جان فخري رئيس اتحاد بلدية دير الأحمر، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، لأنه بدنا نحكي عن مجلس الجنوب. وطبعا بعد هالفاصل